هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. طيب خلصنا وزاره التضامن وخلصنا مجلس الوزراء وفتحات سياده الرئيس. خلينا نروح لوزاره السياحه بقى ونشوف الدخل اخباره ايه. الارقام عامه دايما احنا في حال بلدنا انتوا عارفين نحاول نراجع عليها. فما يتقال لي مثلا ان احنا عندنا 11 مليون و700 الف سائح داخلين على 12 مليون سائح، الكلام منطقي ليه؟ لان احنا طبعا كلنا زي ما انتم شايفين الفتره اللي فاتت من بدايه من مرحله الصيف كلنا حاولنا نحجز في السخنه، في شرم الشيخ، في الغردقه، في اي من الشواطئ الساحليه، في العالمين الجديده، في حجوزات قليله. ليه؟ نسبه السياحه كبير. فواضح ان هي على الارض نسبه الاشغال فعلا رجعت تاني للمعدلات الطبيعيه. يعني 12 مليون سائح دي انا اتذكرها في شغلي كده كانت قبل 2010. ده في مده قد ايه؟ ايه الشغل اللي شغال عليه وزاره السياحه الفتره اللي جايه؟ على فكره هي السياحه مش معنيه بس بيها وزاره السياحه، دي معنيه بيها قطاعات كتير جدا. خلينا نفهم اكتر ونروح لدكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه. يا دكتور حسام مساء الفل. مساء الورد، اهلا وسهلا. الارقام بتقول ان الحمد لله السياحه منتعشه في مصر الفتره اللي فاتت تحديدا من 22، قراءه حضرتك ايه؟ الحمد لله هي كويسة جدا، وفي الفترة الماضية كان في بعد انتهاء أزمة كوفيد انتعاش السياحية، وكان في تسويق سياحي مظبوط واستراتيجية وضعت من الدولة، وقامت وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة والآثار يعني تمام بتنفيذ الاستراتيجية والخطط السليمة. فبعد ما تنفذت على أرض الواقع سواء بقى في السوشيال ميديا او حضورنا كاصحاب شركات واصحاب فنادق البورصات السياحه العالميه، تم التنشيط بشكل كبير، وطبعا الاعلانات من قبل القطاع الخاص كمان بالاضافه للدوله لجذب العملاء واعطاء امتيازات للسياح بشكل كبير وطيران الشارتر، فزادت الاعداء بشكل كبير. وكنا الحقيقه حتى في 2019 ما كانش فيه اعتماد على السوق الروسي لان كان فيه حظر من روسيا طبعا على السياح، بس وصل لنا 13 مليون سائح في 2019، وبعدين الكوفيد وقفها وصل حوالي 5 مليون سائح في 2021، وبعدين حوالي 11 مليون سائح او 10 مليون سائح 700، وده كان بمقدار 10 مليار 700 مليون دولار غير متوسط الانفاق. في 2023 وصل لنا في النصف الاول 7 مليون سائح ب 7 مليار دولار غير متوسط. متنوع الجنسيه يا دكتور؟ تنوع الجنسيات منها السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية وكل أنواع السياحات هي. ووصلوا يعني ممكن متوقع إن شاء الله لو استمرت بالشكل ده يوصلوا 15 مليون سائح ب 15 مليار. هل ده رقم مستهدف؟ واضح إن حضرتك في المطبخ وفاهم كواليس السياحة، هل ده رقم مستهدف 15 مليون ولا لسه بنقصنا من الإجراءات المفروض تحصل اللي ممكن تزود الأعداد عن كده بكتير؟ لا هو طبعا لو وصلنا للرقم ده كويس، ولو وصلنا ل 20 مليون كويس، لان الطاقه الاستيعابيه اللي موجوده عندنا بالنسبه لنا الطاقه الاستيعابيه للصندوقيه حوالي 250 الف غرفه، احنا محتاجين عشان نوصل ل 30 مليون سائح يبقى عندنا طاقه استيعابيه صندوقيه 500 الف غرفه. يعني احنا عندنا 50% دلوقتي. احنا دلوقتي عندنا 50% محتاجين. هل دي محتاجة شكل من أشكال التسويق الداخلي عشان المواطن ممكن يساعد في ده؟ لأن كتير من الدول اللي بنروحها بنشوف إن الناس بتساعد في بتحول شقاها فندقية، بتحول مقراتها المغلقة لشكل فندقي، فيساعد الدولة ما إنها تقدر تعمل ده. هل ده حل لحين الوصول للرقم اللي حضرتك بتقوله 250 ألف غرفة تاني؟ هو حل بس بيبقى بمقاييس ومعايير معينة، مش أي واحد، لازم تكون في مواصفات معينة للمكان زي ده عشان يتحط على حاجه زي اير بي ان بي، وطبعا بيتحاسب عليه ضريبيا والى اخره، لازم تكون متوفر عنصر الامن والامان، ويكون يعني حاجات كتيره، مش يعني كل العاملين في قطاع السياحه بيبقى عليهم مثلا كلهم امنيا، بتطلع كفاءاتهم امنيا كل حاجه، فالحاجات دي لا بتبقى محتاجه طبعا شكل معين بيتحط على مواصفات معينه، المواصفات دي بتبقى موجوده في الويب سايت العالميه ويقدروا من خلالها يحجزوا وييجوا كده، ويبقى تبقى مناطق امنه. يعني الكلام محترم جدا حضرتك قلته، ان احنا شكل التسويق في استراتيجيه الدوله الجديده كان بشكل محترم الصراحه. التسويق ده جنب يا فندم، وجاهزيتك جوه ده جنب تاني. هل هي الجاهزيه بس معتمده على الغرف ولا ايه تاني بينقصنا؟ لا هو احنا محتاجين، لان كان في ازمات كثيره جدا، محتاجين قروض لرجال الاعمال عشان يطوروا من الفنادق، قروض عشان النقل السياحي،
وطبعا الدوله لازم توفر من خلال البنوك سهوله الحصول على قروض للمستثمرين المصريين على اساس ان هو لما ياخد القرض بتاعه واخد بالك يقدر يطور من النقل السياحي، يطور من كل شيء، مش الفندقه بس يعني. والشركات السياحيه لو هي عايزه قروض معينه، لان طبعا كان في دروبات كتيره وفي فنادق طبعا ما قدرتش تجدد الفندق نفسه، العماله لازم تبقى فيه عماله مدربه يعني في غير التنفيذ. بس هو اهم حاجه في كل شيء التصنيف السياحي الفعلي السليم، لان احنا ما كناش ماشيين بطرق سليمه الاول، واخد بال حضرتك، او كانت طرق قديمه مش بتواكب العصر. ولكن مع تطوير الطرق وتطوير اساليب التكنولوجيا ووضع حاجات معينه حوافز في اللوجيستيك للطيران الشارتر اللي بينزل المحافظات، وسهوله الحصول على التاشيره الالكترونيه من الدوله المصدره للسياح، كل ده ادى الى وجود سهوله في زياده الاعداد الى مصر. هو حضرتك بتعتمد في التسويق على التسويق المباشر للدولة المستهدفة، ولا بتشتغل بشكل ما في الايجنس او الوكالات المعتمدة اللي ممكن بتسهل لك الحركة دي، فانت بتشتغل على الاثنين؟ لا طبعا بنشتغل على كذا حاجة. مش يعني لو في دولة مصدرة للسياحة زي المانيا مثلا، السبلاير هو اللي بيقوم بعمل الاعلانات في التلفزيون والمجلات هناك، لانه فاهم الالمان امتى وطبعا مواعيد اجازاتهم، بالاضافة ان انا بساعده في ده وان انا بقدم له حوافز واسعار معينه، وممكن تبقى رحلات اوفر على الرحله اللي هو حاجزها عشان يبقى في سعر مناسب واقدر اجيبه هنا. وانا اهم حاجه عندي كسياحه ان السائح يوصل مصر ويختارها كديستنيشن دون عن الدول الاخرى المنافسه. بعد كده انا اقدر هنا كدوله او كسياحه او كقطاع ابيع له الرحلات الاختياريه، ابيع له كذا، ابيع له كذا، فمتوسط انفاقه يزيد. والمهم ان انا اقدم له سيرفيس عالي جدا، نتيجه السيرفيس العالي قوي ده واخد بال حضرتك هتبص تلاقي هو عمل ريفيوز كويسه على الجوجل بيزنس وكل السوشيال ميديا، فبيجيب لي مزيد من السياح من ماوث تو ماوث يعني. بقى هو سفير ليك خلاص، هو بيسهل ليك بقى خلاص، هو اللي بيقول بالظبط، سواء دايركت فيس تو فيس مع اي من دولته او سواء طبعا بريفيوهات. طيب الفتره اللي جايه حضرتك شايف، قلت المستهدف 15 مليون ان شاء الله، دول وصولا لامتى؟ دولت ان شاء الله يعني بنهايه 2023 نكون وصلنا الرقم ده. حلو حلو، يعني اربع شهور بس القادمين. الاربع شهور القادمين اساسا ان شاء الله. وفي دلوقتي في رحلات طيران شارتر بتنزل كتير جدا في منطقه مرسى علم والغردقه والبحر الاحمر وجنوب سيناء، بالاضافه طبعا لمهرجان العالمين اللي موجود في ناس كتير بتيجي من الدول العربيه. صحيح، احنا بنتكلم الدول العربيه كسياح اجنبي غير السياحه الداخليه، بالاضافه للسياح الاجانب اللي هم جايين مثلا من بلغاريا، من كازاخستان، من بولندا، من المانيا، من انجلترا، من فرنسا، من اسبانيا، كل دول يعني كل القطاعات دي تهمنا، بالاضافه طبعا للسياح الروسي، بس احنا بنعتمد على اسواق اخرى طبعا. طيب حاجة ذكرتيني ثلاث مرات في كلامك الطيران، هو عامل مساعد قوي كده في انجاح وانتعاش السياحة؟ ده من غير الطيران مش هيبقى عندك سياحة، وبالذات الطيران الشرطة، لان انت كل حدودك مع الدول اللي حواليك مفيش منها سياحة ولا برية ولا غيره. طبعا ما ينفعكش غير الطيران الشرطة، وليس وطبعا الطيران المنتظم احيانا، بس ده بيبقى غالي قوي، لكن طبعا الطيران الشرطة. ولازم المستثمرين المصريين او الدولة تدخل المستثمرين المصريين والاجانب فيه الطيران الخاص والطيران الشاطر، عشان لو انت قدرت تبقى عندك طيران كتير جدا واوبن سكاي هتبص تلاقي الاعداد ممكن توصل ل 20 و25 و30 مليون سايح بالطيران الشاطر. القاعده الكبيره من الدوله عملتها بفتح مطارات، بفتح شغل كتير جدا، بس واضح المعلومه حضرتك بتقولها دي ان انا شغل شركات الطيران المصريه الداخليه ما تبقاش بس معتمده على مصر الطيران، ده يسهل اكتر ويدي فرصه اكتر لو انا فهمت صح يعني. لا مش ما هو مصر طيران كده كده موجوده، لا في طيران بيبقى من شركات اجنبيه بينزل مصر، مثلا انا مش هذكر اسماء يعني، طبعا كل تور اوبريتور والشركات العالميه عندها طيران خاص بتاعها بينزل المحافظات، وبتبقى فرق التذكره مثلا 250 او 300 دولار عن الطيران المنتظم. والطيران المنتظم ده احنا بنخصص السياح على اساسه، بمعنى ايه؟ انا مسافر مثلا امريكا، فبلاقي الرحله بتاعت امريكا لنيويورك جي اف كي بتبقى يوم كذا ويوم كذا، فبحط نفسي عليها او بيجي لي عليها سياح. لكن الطيران الشارتر بيبقى تحت امر السبلاير او التور اوبريتور اللي موجود بره، وعلى اساسه
بتنظم رحلاتها، في رحله مثلا كل اسبوع او في 30 40 رحله كل اسبوع من الشركه الفلانيه هتنزل يوم الخميس مثلا مطار مرسى علم وترجع. وطبعا المطارات على اعلى مستوى وطبعا الاسعار بتاعتها عاليه، فبتستقبل الناس دي كلها وتلاقي الكباسيتي بتاعت الفنادق فولي بوكت احيانا في المناطق دي من السياح الاجانب، وبالذات لان هم اللي بيحبوا يعملوا دايفنج او سنوركلينج او المديتيشن. كل ما هو سياحه شاطئيه بقى، كل ما هو خاص بالسياحه الشاطئيه. ما هو ممكن السياحه الشاطئيه تبقى في العلمين، بس اللي هو الكورالن اللي هي قصدي السياحه اللي هي بتشوف بقى الشعب المرجانيه والحاجات دي كلها ومراكز الغطس بيبقى في ليها برضه مريديها بالذات من اوروبا الشرقيه. السياحه الثقافيه بتبقى دول اوروبا الغربيه وامريكا والهند والصين، السياحه الشاطئيه معاك. انما حضرتك متفائل الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ ان شاء الله متفائلين جدا بزياده الاعداد السياحيه وبزياده اعداد الطيران الشارتر، ولان بيقدموا لهم امتيازات كتير. كلام محترم جدا، كل الشكر للدكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه، من اسرع وانجح يعني العوامل الاقتصاديه اللي ممكن تنجح الفتره اللي جايه هي السياحه. دخول مباشر للعمله الصعبه تحل عندك مشاكل كتير جدا، فاحنا لو مركزين في قطاع السياحه بس كفايه، ما عنديش مشكله خالص اركز في كل القطاعات الباقيه، بس قطاع السياحه لو تم تنشيطه بالفعل زي ما الدكتور حسام بيتكلم او احد الخبراء معانا وبيقول الحمد لله الارقام كويسه، وممكن المستهدف تزيد بالمعدل الارقام بيقولوا 3 مليون تاني وصولا لاخر 2023 في خلال الاربع شهور اللي جايين. المعدل ده كل ما يزيد وكل ما جاهزيتك تزيد وكل ما عملتك تبقى مدربه وكل ما ثقافه الناس تختلف وكل ما الطيران يبقى اسهل وكل ما الاسعار تبقى اوفر، السياحه هتفرق معانا كتير جدا جدا الفتره اللي جايه. خلصنا حلقتنا النهارده، ولكن ده ايوه هيكون معانا زميلنا العزيز عبد الرحمن الصاوي واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للرابعه.